قد قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة. البدع ليس فيها شيء حسن، كلها سيئة. البدع في الدين ليس فيها شيء حسن، وإنما كلها سيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وهذا يقول: لا، ما هو بكل بدعة ضلالة، بل منها شيء حسن. هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدع كلها ضلالة، وشر الأمور وخير الأمور السالفات على الهدى، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، شر الأمور كما في الحديث. فاللي يقول أن هناك بدعة حسنة نقول: لا، هذه بدعة ضلال وشر وليست حسنة. ما في الدين بدعة حسنة أبداً.